الشارع العراقي ينتفض رفضا لعصابة القرون الوسطى التي تحكمه. المظاهرات المهيبة التي تهز الشارع العراقي منذ 4 أشهر وتشارك فيها مختلف طوائفه رسالة للعالم أجمع بأن في العراق شعب يرفض الطائفية والمحاصصة، شعب يرفض الميليشيات والعصابات الظلامية التي تحكم باسم الدين وأعادة البلاد للقرون الوسطى. المظاهرات المهيبة في العراق كشفت أن للعراق شباب قادر على حمايته، لم تهزه طلقات الميليشيات ولا غدر الغادرين ولا تلون الحرباء السياسية. واصلوا الطريق يا فخر بغداد، تقدموا للأمام، ستسقط كل الحصون المنيعة بصمودكم يا شباب العراق. سقط عبد المهدي أمام هتافاتكم، وانكشف الصدر أمام جرأتكم، وسقطت الطغمة الحاكمة كلها، لم يبقى إلا الوطن الذي تحمونه بصدوركم العارية.